اهلا بكم مشاهدينا، ونبدا معاكم اول حواراتنا في هذا الصباح. هنتكلم فيه عن التنميه في سيناء، وكيف تكون التنميه مفتاح جديد لمواجهه الارهاب في هذه البقعه الجميله من ارض مصر. لا شك ان الاحداث الاخيره اللي شهدتها سيناء خلال الاسبوع الماضي، وهي الهجوم الارهابي على 5 أكمنة للقوات المسلحه، بيجعلنا ننظر إلى هذه المنطقة بأكثر من عين، عين أمنية وعين تبحث عن التنمية في هذه المنطقة. النهاردة هنتكلم عن إيجاد نوع من التوازن بين التنمية وبين الأمن في هذه المنطقة. يا سيدنا أن يكون معنا في هذا الحوار الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية في جامعة الفيوم. أهلا بك يا أستاذ صلاح. يا دكتور صلاح. دكتور صلاح، اسمح لنا في بداية الحوار نشاهد معا هذا التقرير ونتابعه ونرجع نبدأ حوارنا على طول. التنمية والتطوير والتنوير هي الأسلحة التي يجب أن تتسلح بها الحكومة لمواجهة الإرهاب والتطرف في مصر، لا سيما في سيناء. فالتنمية تقطع السبل التي ينتهجها الإرهاب للإيقاع بضحاياه من جهل وتخلف وعوز. وفي هذا الإطار عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة عدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في محافظة جنوب سيناء بحضور المسؤولين المعنيين. خلال الاجتماع عرض محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة عددا من المشروعات الزراعية والصناعية الجاري تنفيذها بالمحافظة في إطار جهود الدولة الحالية لتنمية سيناء، مشيرا إلى أن هناك مشروعا لزراعة 10,000 فدان بمنطقة سهل القاع بالطور، بجانب 4,000 فدان أخرى ستتولى القوات المسلحة زراعتها في إطار مجتمعات عمرانية متكاملة سيتم إنشاؤها. بدوره عرض وزير الموارد المائية والري تقريرا عن الآبار المقترح إنشاؤها بالمشروع، وكذا أنظمة الحماية من السيول للمناطق المقترحة. وزير الزراعة أكد أيضا أنه سيتم تحديد المحاصيل التي سيتم زراعتها في المشروع. رئيس الوزراء كلف بأن يتم التنسيق بين وزارتي الري والزراعة ومحافظة جنوب سيناء وجهاز تنمية سيناء وهيئة الخدمات الحكومية لإعداد كراسة الشروط لطرح الأراضي على المستثمرين بنظام حق الانتفاع. يسعدني أن أرحب مجددا بضيفي دكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم. دكتور صلاح، خلينا نتكلم الأول عن التنمية بشكل عام. مقومات التنمية في أي بقعة من بقاع الأرض إيه هي؟ خليني الأول بس أشارك حضرتك والمشاهدين في تقديم التعازي لأسر ضحايا الشهداء في سيناء والذين تسقطوا يوما بعد الآخر، حتى أحيانا العناصر اللي بتقع زي ما التقرير كان بيقول إنه في بيستقطبوا العناصر الجهلة والفقراء من المجتمع المصري، ودول ضحايا أساسا، ضحايا الفقر ثم ضحايا الإرهاب مرة ثانية. فإحنا نشارك المجتمع المصري جميعا والمشاهدين في تقديم الضحايا للأبطال الشهداء الذين سقطوا من هذا الإرهاب الغاشم الذي غادر بالبلاد يوم الأربعاء الماضي. أما فيما يتعلق بمحور بقواعد التنمية والأساسيات التي يقوم عليها أي تنمية في العالم، حضرتك بتقوم على البشر. نعم. يعني الإنسان هو صانع التنمية وهو هدف التنمية في نفس الوقت، فبالتالي أنه هذه الشعوب التي لا تعبأ بحجم البشر اللي عندها وكم مفرط فيه، هي بالتالي بتخسر كل يوم في معدلات التنمية. يأتي بعد ذلك الموارد الطبيعية التي يمكن الموجودة، فنحن بنستغل البشر في إطار الموارد الموجودة. الزمن مورد كبير جدا للموارد التنمية، يعني عندك بشر رقم واحد، عندك موارد طبيعية، عندك عامل الزمن، لأنه ربما أنت تستغلي الموارد دي على فترات زمنية بعيدة مش هحقق الناتج الموجود. البشر الموجودين، البشر مش بس مجرد أنه أجساد موجودة، البشر ده قدرات، أنا بتعامل معهم في التنمية في إطار قدرات، في قدرات اجتماعية، في قدرات ثقافية، في قدرات إنتاجية، وبالتالي انه انا بتعامل في اطار موضوع لو بتعامل انه على مفهوم الفقر اللي انا لما بواجهه بحقق التنميه بقسم قدرات الانسان الى هذا الاساس، في فقر للقدرات الموجوده، وبالتالي انه لما اخطط للتنميه بخطط في ضوء القدرات، انا بشوف القدرات الناقصه ايه وبحاول ابنيها من جديد او اطور في هذه القدرات بما يتلائم مع احتياجات وسوق العمل الموجود. نعم.
الحاجة الثانية فقر الفرص، انه في قدرات موجوده ولكن وفي موارد موجوده، ولكن الفرص لاستغلال هذا الموارد غير موجوده. لا. وبالتالي يجب ان تكون خطه التنميه مبنيه على اتاحه الفرص. الحاجه الثالثه ربما تكون فقر موارد، في فرص وفي قدرات موجوده بس الموارد مش موجوده. يعني انا عندي حرفه ان انا اقدر اصنع ماكينه معينه او اشتغل على ماكينه، القدره موجوده ولكن المورد موجود بس انا مش قادر اوصل للفرصه دي. المفروض انه حق تكافؤ الفرص بقى انه يكون في نظام عادل جدا يقدر يوصل صاحب القدره الحقيقيه من يقدر يخلي العناصر دي كلها تتلاقى في التناغم، فكره نعم. التناغم والتطوير كده نقدر نحقق التنميه من خلال الموارد والقدرات والفرص. احيانا الفرص بتبقى مرتبطه بشكل كبير جدا بمساله الزمن اللي موجود. احنا اعتقد في مصر لدينا الثلاث مقومات، لدينا ثلاث مقومات، لكن فكره التناغم بين الثلاث مقومات دول مش موجودين. تقرير عالمي صادر على البنك الدولي بيقول انه متوسط اجمالي الناتج المحلي لمصر، ترتيبها من حيث اجمالي الناتج المحلي رقم 41 على مستوى العالم. طب احنا في التنميه البشريه على مستوى العالم رقم 130. طب ازاي ان احنا في حجم الناتج المحلي 41 في الترتيب ومش واخدين نفس الترتيب في التنميه؟ يبقى إذن في خلل في مسألة التناغم ما بين الموارد والفرص والقدرات. دي وظيفة مين؟ دي وظيفة الدولة أنها تحقق هذا التناغم وتستغل الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل. إحنا مش بس في التنمية حضرتك بنتكلم بس عن الموارد المتاحة دلوقتي في ظل العولمة والكلام ده، لا، الموارد المتاحة والتي يمكن إتاحتها من مصادر تانية. يعني أنا ممكن أبني خطة على موارد ممكن أجيبها من دولة تانية أو ممكن استعين بيها من دولة تانية، سواء كانت هذه الموارد موارد طبيعية، مادة خام، أو حتى قدرات مش موجودة عندي ممكن استفيد بالموارد الموجودة. عندنا أزمة موجودة في التنمية دلوقتي، احنا بالرغم الزيادة والحجم الكبير جدا من البشر اللي موجودين في مصر، إلا إنه بعض رجال الأعمال المصريين الآن الذين يقومون باستثمار داخل المجتمع المصري بدأ يستعينوا بعمالة أجنبية، وده خطر كبير جدا. يعني معنى ذلك إنك الفرصة هتضيع والقدرات هتضيع وتبقى الموارد الطبيعيه الموجوده في مصر بيستغلها ناس تانيين غير المصريين. طيب دكتور صلاح اسمح لنا دلوقتي نروح لزميلتنا ياسمين القفاص، هتعرض لنا مشاركات المشاهدين على موقع القناه، موقع الفيسبوك، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هذا صباح نايل نيوز. صباح الخير ياسمين. صباح الخير يا نجلاء وصباح الخير على كل مشاهدينا. دلوقتي جه ميعادنا مع فقره التواصل الاجتماعي او فقره السوشيال ميديا اللي هنستعرض فيها مع بعض اهم ما جاء من تعليقات على صفحه البرنامج على الفيسبوك على موضوعات حلقه النهارده. موضوع الحلقه الاولاني وهو تحت عنوان كيف نواجه الارهاب بالتنميه. معانا تعليقات من على الفيسبوك. اول تعليق من مهندس زراعي حماده خير محمد وهو بيقول عن خطط التنميه تحديدا في شمال سيناء والتي بها نواجه الارهاب والتخريب، علينا اولا ان يعلم من الجميع أننا في حالة حرب مع عدة دول من بينها أمريكا وإسرائيل وقطر وتركيا وإيران وحركة حماس وإخوان الشيطان من الداخل وبعض الأعراب من بدوي سيناء، وهم المنتفعين من تجارة الأنفاق والمخدرات وتجارة السلاح والتخابر مع إسرائيل، وهذه حقائق لا يمكن إنكارها، فبداية من الأمن القومي. تاني تعليق معانا على الفيسبوك هو من إبراهيم عبد السلام. إبراهيم بيقول السلام عليكم ورحمة الله، غياب الدولة عن التعمير في سيناء وعدم إنشاء مصانع ومشاريع للتعمير حتى تنشئ مناخا من الحياة والاستقرار أدى إلى كارثة أتاحت الفرصة للمتطرفين المأجورين أن ينتشروا هناك، وأصبحت البيئة خصبة لوجود العصابات. في نهاية هذه أخطاء السابقين بندفع فاتورتها. أما التعليق الثالث معانا على موضوع الحلقة فهو من رضا نبيه بيقول ماذا يمكن أن تفعل قوانين الإعدام مع انتحاريين؟ القوة وحدها لا تكفي، مطلوب معالجة الأمور دينيا وسياسيا وفكريا واجتماعيا وأيضا اقتصاديا، الإنسان لا يولد إرهابيا. أما التعليق الرابع معانا فهو من محمد خميس. محمد بيقول التنمية في سيناء شيء جميل ولكن للإرهاب القصاص ولا السجن، ولكن لو عدلنا الإرهابيين جميعا يوجد الأجبال والمرتزقة، نمحيهم الأول وبعد ذلك نعمر ونبني. أما التعليق الأخير على موضوعنا الأول على في الحلقة فهو من عمر سمير. عمر بيقول التنمية ضرورية في سيناء فهي من ستقضي على الإرهاب.
مشاهدينا هنرجع مرة أخرى لزميلتي نجلاء وهنستكمل مع بعض باقي فقرات هذا الصباح، ابقوا معنا. شكرا ياسمين الأفاص على هذه الوقفة لاستعراض آراء المشاهدين في هذه الفقرة تحديدا من هذا الصباح. زي ما شفنا كده تعليقات كثيرة من جانب المشاهدين، كلهم بيكلموا على أنه لابد من محاربة الإرهاب على أرض مصر كلها مش في سيناء فقط. وإحنا بنتكلم عن التنمية، التنمية والتعمير في سيناء كان المفروض ان هو يبدا يعني من سنة 94، وكان في خطة لتنمية وتعمير سيناء شمال وجنوب سيناء من 94 تخلص في 2017، ولكن كان في معوقات كثيرة لهذه الخطة وهذا المشروع القومي لتعمير وتنمية سيناء. ايه الاسباب بالضبط اللي جعلت هذا المشروع يتوقف لسنوات طويلة؟ خليني ابدا من حضرتك، مش بس الخطه اللي هي اتبنت من 94، انا يعني شايف بشكل طبيعي جدا انه سيناء كان يجب ان هذه الخطه تبدا من سنه 80 بعد اتفاقيه كامب ديفيد ومعاهده السلام وتحديد عدد الجنود المصريين في هذه المنطقه. الاستعمار يا استاذه نجلاء دايما بيصيب اي دوله؟ بيصيب دائما المناطق الفارغه من العالم. دايما انت لو انت عندك حته ارض جنب بيتك وبالتالي سبتيها فترة طويلة جدا، هتيجي تلاقي واحد كل شوية يمر يلاقيها فاضية، هتيجي بعد كده يجيب خيمة وبعد كده هيسكن فيها. بالظبط. لكن انت سايباها. فهي الفكرة انت سبتي سينا فترة طويلة جدا، وبالتالي انه في مشاكل مع دول الجوار بين فلسطين، القضية الفلسطينية وبين اسرائيل. الاثنين شايفين ان حل المشكلة الفلسطينية هتكون في سينا. يعني لابد ان نتفق تماما، لانه سيناء بتتضخم سكانيا، اسرائيل بتتضخم سكانيا بمرور الزمن، وفكره الانفجار السكاني بدات في غزه في قطاع غزه كبيره جدا، فلابد ان يحدث نوع من التمدد للسكان. طيب يتمدد فين؟ لو اسرائيل تمددت في غزه مزيد من الدم والمشاكل، غزه مش قادره تتمدد مع اسرائيل، طب التمدد هيتم فين؟ لابد ان يتم التمدد في منطقه فراغ. المنطقة الفراغ الموجودة للتمدد ومتاحة للتمدد هي سيناء، وبالتالي انه حتى في الاتفاق مع جماعة الاخوان وانه بناء سوق مشتركة وانه قطر كانت بتمول هذا التمويل لبناء هذا السوق، انه حماس تاخد 4 كيلو في عمق سيناء للتمدد السكاني وتسيطر على الملف الامني في سيناء لحل المشكلة الفلسطينية واقامة دولة تانية موجوده. وطبعا ده بمباركه امريكا ومباركه اسرائيل، لانه ده بشكل معين هيحقق الاستقرار داخل المنطقه من وجهه نظرهم دون التفكير في الجانب المصري. يبقى اذن الجانب المصري قصر بشكل كبير جدا، انه الخطه سابها من 94 ثم وصلت لحد 2015، بدانا نعاني من بطء التفكير في هذه المشكله. طيب لو هم حددوا عدد الجنود اللي موجودين، لكن لو تم تعمير سيناء من سنه 80 كان هتحل القوى المدنية محل القوى العسكرية، انه كل واحد لو حتة ارض بيستصلحها وبني فيها مصنع هيقدر يدافع عن هذا المكان. ما كانش يبقى فيه انفاق، ما كانش هتبقى فيه عصابات اجرابية، كل واحد مسؤول عن قطعة ارض هيقدر يحميها وهيكون مسلح السلاح المدني العادي جدا، وده اللي عمله جنوب لبنان، ان هم دلوقتي كلهم مسلحين وقدروا يدافعوا عن لبنان وقدروا انهم يهزموا اسرائيل بالتحديد من خلال قوى مدنيه وليس قوى عسكريه. ولكن دكتور صلاح، يعني الظروف الامنيه اللي بتمر بيها سيناء بتختلف من سيناء لاي محافظه اخرى في مصر. ما كانتش زمان سيناء بهذا الوضع. سيناء فكره التجاهل في مساله التنميه والتاخير هو ده اللي وصلها لهذه المرحله. لكن عايز اقول حضرتك لو كنا بدانا بدري خالص، يعني احنا ما زلنا دلوقتي مش هنبكي على الاطلال، لكن هنفكر ازاي نعمل في المرحله القادمه. بالزبط. لكن هنقول انه فكر خلاص احنا عرفنا المرض فين، يجب ان نتحرك سريعا لتعمير سيناء واحلال القرى العسكريه بقوه مدنيه. انا شايف انتوا عندك حوالي 400 كيلو المسافه بين قناه السويس وبين سيناء، ونقدر بشكل جدا الميه نقدر نوصلها بشكل سهل جدا لسيناء، ونقدر نزرع ونحل المشكله هناك. لكن انا عايز اقول لك انه في سيناء فترات في العهود السابقه كانت بيجي لها المواد الغذائيه بتجي لها من اسرائيل، وكانوا بيفطروا على زبادي اسرائيلي في رمضان، وانه الانفاق الغاز والتموين كانت بيتم تسريبها اللي بتروح لاهل سيناء عن طريق الانفاق الى حماس. فهي القضيه كانت انه عدم احكام القبضه الامنيه هناك،
القبضة الاستثمارية، ما فيش استثمار، ما فيش تنمية في هذه المنطقة، هم اللي وصلونا إلى هذه الدرجة من الاحتدام في الصراع طيب. اللي موجود. طيب دكتور صلاح، ازاي نقدر نحدث نوع من او نحافظ على التوازن بين متطلبات التنمية وايضا متطلبات الامن القومي في هذه القطاع؟ احنا عندنا مشكلة دلوقتي في سيناء، عايزين نعمل استثمار، عايزين نعمل تنمية، بس مفيش امن. وما دام مفيش امن يبقى صعب جدا تقدر تعملي تنمية، لان كل ملفات التنمية بتقوم على الاستقرار. مفيش استقرار، احنا بنقول فكرة التعشيش. الناس عشان تعشش وتتلام وتبني لازم يكون في نوع من الاستقرار والاحساس بالامن في هذه المنطقة. مفيش. احنا عايزين نشتغل بالتوازي في الاثنين. الاول لازم نشوف وفقا لمفهوم التنمية اللي قلنا عليه ان هو مرتبط بالموارد والفرص والبشر، هنبني الارهاب في هذه المنطقة بيستهدف ايه؟ الارهاب في هذه المنطقة بيستهدف دائما ثلاث عناصر. مش عايزين نقول انه العناصر الاجرامية الارهابية اللي موجودة في داعش ولا القاعدة اللي هم في سيناء ما هماش من ابناء سيناء، دول هتلاقوهم من محافظات مختلفة. نعم. وبالتالي ان هم اجتذبوا عناصر اللي هي او قدرات معينة او استعدادات معينة من محافظات مختلفة وربما من دول اخرى الى هذه المنطقة. لكن احنا بنشتغل دائما على اكتساب العناصر الاجنبية من خارج البلاد للانضمام الى هذه العصابات الاجرامية، دي مسألة الامن مسألة بحتة. لكن احنا بنتكلم على العناصر التي لديها استعداد للانضمام الى هذه الجماعات الارهابية من محافظات مصر المختلفة. هم بيستهدفوا ثلاث فئات. الفئة الاولى هي الفئة المراهقين سياسيا ودينيا. نعم. وده لما اجي اعمل خطة تنمية يبقى لازم اعمل خطاب ديني جديد يتناسب مع هذه العقلية، واعمل توعية ثقافية كبيرة جدا بمفهوم الانتماء والمواطنة وحق الانتماء ويعني ايه وطن، علشان اقدر امحي علشان من بعض الافكار اللي وصلت. طبعا ان هو بيستغلوا هذه الفئات اللي موجودة. هذا الكلام دائما بيرتبط بحاجتين. هو لماذا سلك سلوك الارهابية؟ لانه اما لديه معلومات خاطئة عن الدين او عن الوطن، او معلومات ناقصة، فلابد ان اتدخل في برامج التنمية باستكمال المعلومات الناقصة وتصحيح المفاهيم الخاطئة. نعم. وبالتالي ان انا اقدر اعمل عقلية ذهنية جديدة جدا قابلة على قابلة للعمل في مجال التنمية في الفترة القادمة. الفئة الثانية هو الفئات الاكثر عرضة للفقر والانهيار الاقتصادي. نعم. ودول بيعتبروا الانضمام الى الجماعات الارهابية نوع من العمل يؤخذ عليه اجر، في مقابل تتكفل الجماعات الارهابية بشكل كبير جدا برعاية هؤلاء العناصر اللي بينضموا اليها، بل ورعاية اسرهم في حالة القبض عليهم او في حالة قتلهم او موتهم في خلال العمليات الارهابية. بيوفرهم الامان الاقتصادي، لو فكرة التكافل الاجتماعي مش قادرة تعملها الدولة، لا، هذه العصابات الاجرامية، هذه العصابات الاجرامية بتتولى مسألة هذه الرعاية. والدليل على ذلك انه بعد حادث التسعة بالاخوان اللي تم القضاء عليهم في اكتوبر، كانوا الاخوان قالوا ايه؟ الاخوان قالوا انه دول ما كانوش بيخططوا لاغتيالات، لكن كانوا بيخططوا ازاي انهم يقدموا رعاية لأسر المساجين واللي اتقتلوا في العمليات ايه؟ الصدام مع الجيش. يبقى اذا هذه الجماعات مكلفة اخلاقيا قدام العناصر بتاعتها انها تقدم لها الرعاية، فبالتالي ده هذا التكافل الجنائي بنسميه التكافل الجنائي الذي تقدمه الجماعات الارهابية لعناصرها. طيب. بيخلي مزيد من العناصر ينتموا اليها بشكل اكبر، وهنا يجب اكون ملف تنمية اقتصادية، بقولنا ملف تنمية ثقافية وتجديد خطاب ديني، وهنا ملف تنمية اقتصادية. طيب. في سيناء طبعا احنا عارفين ان في ثروات كثيرة جدا جدا في سيناء غير مستغلة، سواء ثروات طبيعية أو بشرية. هذه ثروات من الممكن تنميتها، إزاي نقدر إقامة مشروعات ذات تنافسية عالية جدا في هذه المنطقة مع مراعاة الحفاظ على الأمن في ذات الوقت؟ هو طبعا عدد طبعا سيناء وحدها وعدد السكان اللي فيها غير كافيين لبناء سيناء بشكل معين. هي فكرة انه احنا محتاجين في مصر نوع من الخلخلة السكانية. الخلخلة السكانية عندنا ازدحام في مناطق، في مناطق فارغة. احنا زي ما قلنا انه دايما الارهاب بيضرب المناطق الفارغة، يعني بيقدر يحط اقدام وجذوره، يعمل انفاق بالتحت ويبني مباني. هو الارهاب دلوقتي بيضرب كل المناطق يعني، بس هو في الغالب بيقدر يتوطن فين؟ حتى تاريخيا كان المناطق من اول جماعه الحشاشين اللي بيقدر يسيطر عليها، المناطق اللي هي بعيده عن الامن يقدر يسيطر عليها. وبعدين هو كان الضربه الاخيره كان عايز يعلن ولايه سيناء وخلاص، ياخد سيناء ويقول دي ولايه سيناء وخلاص. هو دي كانت فكرته. اشمعنى سيناء اللي ما جاش القاهره؟
ومش هيقدر لان السكان هيقاوموه، هيدافعوا عن بيوتهم وعن شققهم، لكنك منطقه فاضيه ما حدش يقدر يدافع عنها. فهي الفكره انه الخلخله السكانيه هتضمن ان السكان يتمددوا، المصريين كلها ارض مصريه ودم جديد يدخل الى النسيج السيناوي. وانا بقول يا استاذه نجلاء دم جديد، واهميه الدم الجديد وتحت دم جديد دي حط تحتها 1000 خط، لانه في عناصر فعلا وفي جماعات يعني مش كتيرة قوي لكن على الأقل خالص سمحت لهذه الجماعات الإرهابية تدخل سيناء. نعم. هذه الجماعات، وهذه الجماعات قدرت أنها تكيف أمورها المعيشية على أنهم يتعايشوا مع الإرهاب، أن هو اللي بيصرف عليهم هو اللي بيأكلهم. فكرة أننا يخلوهم يستغنوا عن لقمة العيش اللي بتجيلهم دي مسألة صعبة. وده هيكون بالموت. فلازم يكون في دم جديد يدخل إلى الجانب السيناوي يقدر يحدث نوع من التعايش والتكايف، هو اللي هيطرد الإرهاب في المستقبل. وده انا مش عايز افسر بشكل اكبر عشان بعض الناس يقول ده يتهمنا بالخيانه، يتهمنا بالعماله، يتهمنا بكذا، لا، لكن احنا عندنا تضخم في مناطق سكانيه عايزين ننقل. واعتقد مشروع خط السويس الجديد كان بيقوم بهذه الفكره، هي الخلخله السكانيه، نقل صناعات كامله الى المناطق دي، صناعات ومشاريع كامله. في حرف في الدلتا مزدحمه، انا هنقلها من الدلتا هوديها الى سيناء تتجدد من جديد. وفكره طبعا الزراعات طبعا هتنجح بشكل اكبر هناك، السياحه هتنشط بشكل اكبر في سيناء. لكن المشروع الاكبر اللي انا شايفه انه احنا لازم يكون تحالف اقتصادي عربي، وتبقى سيناء منطقه حره وسوق عربي مشترك يتم بناؤه في سيناء. ده أولا هيجذب تجمعات سكانية كبيرة جدا. نعم. وهيوفر خدمات أساسية نقدر من خلالها نقدر نعمل سيناء. يعني عايزين مشروع قومي كبير جدا، ويا حبذا لو كان مشروع عربي. إذا كان العرب بيعتقدوا أن أمن واستقرار مصر من استقرار الدول العربية كلها. نعم. فإحنا بنقول لهم طب تعالوا معانا هنشوف المنطقة الخطرة اللي عملنا مشكلة دي هي سيناء، هنعمل سوق عربية مشتركة وتحالف اقتصادي يوازي التحالف العسكري. التحالف العسكري وحده للقضاء على الإرهاب مش هيقدر يحمي المنطقة العربية. بالزبط. التحالف الاقتصادي كمان لازم، مهم جدا مع التحالف العسكري. يعني احنا في نهاية حوارنا كنا نتمنى ان الحوار يطول، ولكن عندنا موجز لأهم الأنباء. فبنشكر حضرتك دكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية في جامعة الفيوم، شرفتنا.